بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نتعلم العربية؟ كان عثمان يعرف أن عبد العزيز قد أنهى دراسته الثانوية وهو طالب مجتهد، فبدأ عثمان يسأل عبد العزيز: عثمان، هل ستواصل دراستك الجامعية؟ نعم، فقد قررت أن أواصل دراستي في الجامعة. وهل حددت الكلية التي تود الالتحاق بها؟ نعم، إنني أحاول الالتحاق بكلية اللغة العربية. لقد حسبتك ستدرس في كلية عملية، إن المجال مفتوح أمامي للدراسة في الكليات العملية والنظرية، ولكنني أفضل الدراسة في كلية اللغة العربية. أنسيت أننا نحتاج إلى أطباء ومهندسين وصيادلة وإخصائيين في التحاليل الطبية والأشعة؟ لا، ولكننا نحتاج إلى من يقوم بتعليمنا أمور ديننا تعليما صحيحا. إن أغلب العلماء يقومون بذلك خير قيام. نعم، ولكن كما ترى فقد انتشرت الخرافات والبدع بين المسلمين، وأخذ الناس يبتعدون عن الاعتقاد الصحيح. ولكن ما علاقة ما تقول بكلية اللغة العربية؟ إنها الكلية التي تعلم اللغة العربية، فيقف الدارس فيها على علوم اللغة العربية، بلاغتها ونحوها وصرفها وأدبها وتاريخها. أرجوك أن توضح لي، أنت تعلم ارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي، فالقرآن الكريم قد نزل باللغة العربية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بها، وجاءت الأحاديث الشريفة كلها باللغة العربية، والصحابة الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا معه الغزوات كانت لغتهم العربية. لقد قرأت بعض ما تقول في الكتب، لهذا فأنا بحاجة إلى التعمق في علوم الدين الإسلامي كي أقوم بإبلاغ الرسالة ونشرها بين مسلم بلادي، وكي أشرحها لهم شرحا وافيا، وبحاجة ماسة لتعلم اللغة العربية وإتقانها، ليكون ذلك سبيلا إلى التفقه في الدين. لقد أسعدتني بحديثك هذا، وأرجو أن أشاركك في أداء هذه الرسالة، وسأحاول الالتحاق بهذه الكلية في العام القادم إن شاء الله.